أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها اليوم للحديث عن مستجدات الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن بعد دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي للزحف إلى قصر معاشي. أعلن نائب رئيس ما بات يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا هاني بن بريك حالة النفير العام، داعيا لما وصفه بالزحف إلى قصر المعاشيق الرئاسي. جاء ذلك في مقطع مصور على لسان نائب رئيس المجلس هاني بن بريك عرضته قناة عدن المستقلة والتابعة للمجلس، والذي ظهر فيه ضمن مجموعة من قيادات المجلس. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما سر تصعيد الانتقال الجنوبي ضد الحكومة الشرعية في عدن؟ وما موقف دول التحالف من محاولات الإطاحة بالشرعية في عدن؟ فإننا نعلن النفير العام لكافة أبناء شعبنا ولقواتنا الجنوبية بأن تزحف إلى قصر معاشيق لإسقاط الخونة. العاصمة المؤقتة عدن من جديد على صفيح ساخن، تهديد وتصعيد عسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات الذي دعا للزحف واقتحام معاشيق في دعوة صريحة منه لإعلان الحرب على الشرعية والإطاحة بها. قوات الحماية الرئاسية التابعة للشرعية ورداً على إعلان الانتقالي النفير إلى معاشيق أكدت أنها في الوقت الذي لن تعترض أو تفض أي تجمع شعبي سلمي، إلا أنها بنفس الوقت لن تسمح بتجاوز الحدود كاقتحام القصر الرئاسي ومؤسسات الدولة السيادية. ملامح جولة صراع جديدة بين قوات الانتقالي المدعوم من الإمارات وبين قوات الحكومة الشرعية كتلك المواجهات الدامية التي حصلت في يناير من العام الماضي حين فشلت محاولة الانتقالي الانقلاب على الشرعية. لكن أين ستنتهي هذه المرة؟ هل ستتوقف الأحداث عند بوابة قصر معاشيق كأحداث يناير، أم أن أبو ظبي هذه المرة ستدفع بفرض واقع جديد بعد أن أعلنت سحب قواتها من اليمن وفرضت تشكيلاتها كأدوات للصراع وتحقيق المطامع بعيداً عن تحمل المسؤولية المباشرة؟ سيناريوهات مجهولة في عدن ومصير غامض للساعات القادمة، هلع شعبي وخوف من أن تقع المدينة من جديد في مستنقع الصراع الداخلي، وكأنها ملعب للتصفيات وحجر نرد يتسابق بها طرفات تحالف. ففي الوقت الذي تدعم أبوظبي تشكيلات الحزام الأمني بالسلاح والمال والغطاء السياسي والإعلامي، تدفع السعودية بالتعزيزات العسكرية لقوات الحماية الرئاسية ويحلق طيرانها على سماء عدن منذ بدء التوترات. في مديرية كريتر شيع ضحايا هجوم معسكر الجلاء، واندلعت اشتباكات في محيط قصر المعاشيق بين قوات تابعة للانتقالي وأخرى تابعة للشرعية، اشتباكات بمثابة إنذار لتدارك الوضع قبل الانفجار واندلاع اقتتال أهلي في معقل الشرعية وعاصمة البلاد المؤقتة. ونبدأ النقاش مع ضيوف هذه الحلقة. أرحب بنائب رئيس الدائرة السياسية لمجلس الحراك الجنوبي، ينضم إلينا من عدن أستاذ مدرم أبو سراج. أهلا بك أستاذ مدرم. مرحبا. نائب رئيس المكتب السياسي مش الدائرة السياسية. رئيس المكتب السياسي، أهلا بك أستاذ مدرم. وأيضا سينضم أرحب بك، وأيضا سينضم إلينا من الرياض العاصمة السعودية الناشط السياسي عمر بن هلابي، أهلا بك أستاذ عمر. حياك الله. وأيضا لاحقا سينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن رئيس تحرير صحيفة عدن 24 مختار اليافعي. أبدأ معك أستاذ مدرم، ما الذي يحدث اليوم في العاصمة المؤقتة عدن؟ ما توصيفك لما يحدث؟ ما يحدث في العاصمة عدن شيء مؤسف جدا، وتحديدا في هذا الشهر الكريم وهو أحد أشهر الحرم، وفي هذه العشرة المباركة التي أقسم بها الله جل في علاه، والعشر اسم الفجر وليال عشر. وهذه الأشهر الحرم وهذه الأيام كانوا أهل الجاهليات الأولى الذين كانوا يعبدون الأصنام كانوا يبجلوها ويقدروها ويعرفوا حرمتها، فما بالك الآن في هذا الزمان وفي ظل الإسلام ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وتأتي الدعوات والنفير والتحريض للقتل والتشريد من هم شيوخ أحيانا
أو كانوا في يوم من الأيام شيوخ. نسأل الله لهم أن يهديهم إلى سوء الخير والسلامة. أقول لك ما يحدث اليوم في عدن هو عنف، وتحديدا هو كان منظم، ليس هو عملية ارتجالية أو عشوائية، لأن أغلب من كانوا فيه كانوا هم مسلحين، وهؤلاء ابتدوا أن يسقطون معاشق. نحن ندرك أن معاشق هي قصر الرئاسي التابع لما يسمى الحكومة الشرعية للاحتلال، ولكن بحكم أن الحراك الجنوبي هو نضال سلمي كان دوما وسيبقى إن شاء الله على هذا الموال، هو حراك سلمي وكل نضاله سلمي، وكل من يقوم بهذه الأعمال لا يمثل الحراك. إن إقلاق السكينة العامة في العاصمة عدن وتهديد أهلها وترويع أطفالها ونساءها، ذلك لا يخدم القضية الجنوبية، بل يعرض القضية الجنوبية إلى مساءلات وإدانات دولية، ويتم تصنيفها، نخشى أن يتم تصنيفها كقوة إرهابية أو قوة تستخدم العنف لا سمح الله. ومن حوالي أكثر من 25 دقيقة أصدر المبعوث الدولي بيان مقتضب يدعي جميع الأطراف لإيقاف التصعيد والاحتكام إلى العقل ونبذ العنف. طيب ماذا ما الذي تقصد به أن ما يحدث أستاذ مدرم عملية منظمة وليست بالارتجالية؟ عن أي ترتيب تتحدث؟ والأمور واضحة وتأتي ضمن خطوات تصعيد ربما سار فيها المجلس الانتقالي وصولا إلى دعوة اليوم التي جاءت بشكل واضح وصريح كنتاج لهذا التصعيد على لسان نائب رئيس المجلس. أولا نحن نستغرب لمن يدعو لسفك الدم الجنوبي، وخاصة أن يكون الجنوبي بكلا الطرفين جنوبيين وإن كانوا في اتجاهين مختلفين، وفي الوقت ذاته يوجد معسكرات طارق عفاش الذي معروف قمعه وقتله وسحله وسجنه لأبناء الجنوب على مقربة من بالعاصمة في عدن وتحديدا في بير أحمد، على أبناء الجنوب أو تلك القيادات أو الانتقالي أو ما سوى ذلك أن يعي أين يوجه بندقيته. نحن كجنوبيين نختلف، وهناك توجهات عديدة ورؤى متنوعة منها متقابلة ومنها متناقضة، وذلك لا يعيب الجنوب، بل كل تلك الأمور تعتبر أمور صحية لصالح الجنوب. التنوع هو الذي ما نبغاه، لا يمكن أن نقبل بجنوب ما قبل 90، الجنوب الواحد، الحكم الواحد، الحزب الواحد، الرأي الواحد. طيب أستاذ مدرم تبقى معنا ونشرك معنا بالنقاش الأستاذ عمر بن هلابي من الرياض. أهلا بك أستاذ عمر. حياك الله يا محمد. اليوم ما يحدث في عدن يوصفه البعض بأنه محاولة انقلاب ثانية على الشرعية يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن. كيف تنظر لما يحدث وقراءتك لقادم الساعات؟ حقيقة مثل ما قال الأخ مدرم، ما يحدث في عدن اليوم هو شيء مؤسف حقيقة. أن نجد بعض من تسلقوا على ظهر القضية الجنوبية كهاني بن بريك وغيره يدعو لاحتشاد وسفك الدم الجنوبي بأيدي جنوبية. هذه المحاولة كانت لها محاولة سابقة في 28 يناير 2018، وأيضا فشلت، لأن هذا هنا خطوط حمراء التي لا يدركها السذج الذين يدغدغ عواطفهم هاني بن بريك بشعارات زائفة لا يؤمن بها هو، لأنه لم يكن من دعاتها في الأصل، بل كان من حارب القضية الجنوبية إلى آخر وقت، وتسلق عليها بأسلوب معروف وأسلوب رخيص وهو بالدراهم الإماراتية. هذا الشخص حقيقة نحن نرضى بأبناء الجنوب أن يتبعوا هذه الخطابات التي تشحن الجنوبي ضد الجنوبي. من هم موجودون في معاشيق هم جنوبيين، من استشهد وعلى رأسهم العميد منير اليافعي أبو اليمامة هم أيضا جنوبيين، نترحم عليهم ونتمنى أن يكونوا من الشهداء الأبرار. هؤلاء كلهم جنوبيين، ولكن من يدعو إلى سفك الدم الجنوبي أو إلى اقتحام معاشيق وهو يعلم علم اليقين بأن هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، وقد سبق له أن عمل بهذا الأسلوب، وهناك أكثر من 50 شهيد السنة الماضية، والآن يعيد الكرة للأسف لتفجير الوضع. طيب هل تعتقد أستاذ عمر هو غافل عن هذه الخطوط الحمراء؟ ما سر القوة اليوم التي يعتمد عليها في هذه الدعوة وتوجيه؟ نعم، سر القوة عندما بدأت تتضح الأمور وتتضح
أساليب القتل والخيانة التي طالت الشهيد منير اليافعي، رغم أن الحوثي حقيقة تبنى هذا، ولكن هاني بن بريك لم يشر حتى إلى اعتراف الحوثي، بل حاول أن يحول البوصلة إلى اتجاهات أخرى لخدمة أغراض وتنسيقات تحت الطاولة بينه وبين قوى إقليمية وداخلية نسقت عندما بدأت تكون في الزاوية، وبدأ المشروع السعودي أو الانتصار السعودي قاب قوسين أو أدنى، وهو الانتصار للتحالف، جميع التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية والشرعية الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي، بدأ هذا الشخص لخلط الأوراق وبدأ الزخم حتى يخفف عنهم الضغط الإقليمي والدولي الذي بدأ يحاصر إيران ويحاصر عملائها سواء في اليمن أو خارج اليمن. هذه الحقيقة التي بدأت لخلط الأوراق بعدن. نحن نتمنى وندعو أبناء الجنوب ألا يسمعوا إلى هذا الزنديق، لأنه يريد حتى يافع وهي قبيلة يريد أن يجعل فيها كبش فداء الآن في محرقة لا ناقة لها ولا جمل. من اغتال أبو اليمامة لم يسمح هاني بن بريك ومن معه ومن خلفه لم يسمحوا حتى للشرعية أو لم يتبنوا حتى هم بتكوين لجنة محايدة للتحقيق فيما حدث. فما قيل وما قيل على لسان هاني بن بريك يضع أكثر من سؤال، من المستهدف ومن كان يستهدفه وبأي طريقة كانت. فهناك تفسيرات كبيرة ننتظرها من هاني بن بريك. أن تطالب بلجنة تحقيق مستقلة توضح ملابسات ما حدث لقد اللي هو الدعم والإسناد، أين هي الحكومة من ذلك؟ لماذا لا تقوم بهذا التحقيق؟ يا أخي أنا باعتقادي أن هذه الميليشيات التي تدفع إلى مواجهة الجنوبية تدفع وتمنع أي تواصل مع الشرعية على أرض الواقع، بحكم أن الشرعية تتجنب الصدام وتتجنب سفك الدماء الجنوبية، ولكن هؤلاء لا يهمهم لا دماء ولا أبرياء. لكن البعض ينظر إلى أهمية وجود تحقيق حتى تسقط هذه الحجج للتصعيد الحاصل اليوم كتبعات للحادثة السابقة على معسكر جلة. تبقى معنا أستاذ عمر، أعود للأستاذ مدرم مرة أخرى. أستاذ مدرم، هل ما يحدث اليوم يعبر عن كل أبناء الجنوب؟ وما موقفكم أنتم في الحراك الجنوبي، في مجلس الحراك الجنوبي تحديدا، وأنتم أحد المكونات الفاعلة في المشهد الجنوبي اليوم؟ الحراك الجنوبي وتحديدا مجلس الحراك الجنوبي وبقية القوى الجنوبية يرفضون شكلا ومضمونا ممارسة أي أشكال العنف، هذا واحد. اثنين، ما يحدث اليوم لا يعبر عن إرادة أبناء الجنوب. كريتر فيها أكثر من نصف مليون نسمة، لو كانت الأحداث هي عفوية أو شعبية أو رفض جماهيري لانتفضت كريتر، ولكن هناك مجموعة نستطيع أن نقول لها هي تم تشكيلها لتحمل اسم الجنوب ولا ليس لها من الجنوب سوى أنها ترفع العلم، وتلك المجموعة هي تنفذ أجندات إقليمية خاصة. نحن نتساءل، نحن في هذا اليوم وفي هذا الظرف العصيب الذي تمر فيه العاصمة عدن، أين من كل ما يجري الآن في عدن رئيس المجلس الحراك، رئيس المجلس الانتقالي السيد عيدروس الزبيدي؟ يعني لم نسمع رأي أو خروجه لإلقاء كلمة أو توجيه ليحدد موقفه. إن كل ما يدار هنا في عدن هو عبارة عن عملية ارتجالية من شخص يوما ما إلى قبل حوالي سنتين من هذا الزمان كان يرفض الحراك وكان يكفر الحراك وكان خطابه ضد الحراك وتحريضي، وحتى عندما كان في الجبهات وكانوا يرفعون الحراكيين أعلام الجنوب كان يحاول أن ينزلها ويقطعها. طيب أستاذ مدرب، بشيء من الصراحة يعني والوضوح، ما الذي تريد التلميح إليه من إشارتك إلى نقطة غياب عيدروس الزبيدي اليوم عن المشهد الحاصل، عن الكلمة التي ألقيت؟ هذا ليس هو رأيي أنا، كثير من أبناء الجنوب ومن المتابعين والإعلاميين والمهتمين، الجميع مستغرب، بل والسياسيين مستغرب من هذه الأحداث، كل تلك الأحداث التي تدور أين هو؟ بل ليس السيد عيدروس الزبيدي، بل قيادات المجلس الانتقالي، لم نسمع صوت هاني، أين أحمد سعيد بن بريك؟ أين لطفي شطارة؟ أين أمين صالح؟ والقائمة طويلة جدا. إن كل ما يدور هو عملية ارتجالية،
عملية هو تصفية حسابات أو عملية لطمس الجريمة التي حدثت في معسكر الجلاء. وإلى جانب ذلك في قبل حدوث العملية بأيام بسيطة نزوله. طيب أستاذ مدرب الأستاذ عمر كان يقول في حديثه أن اليوم المجلس الانتقالي حرف البوصلة في ما يخص التصعيد، بدل أن يتوجه تصعيده كما كان ينتظر الجميع ضد ميليشيا الحوثي حول البوصلة والاستهداف والتصعيد إلى الطرف الآخر، كيف يفهم ذلك؟ لا نطمح منه أن يذهب لقتال الحوثي خارج الحدود الجنوبية. معسكرات طارق عفاش هنا موجودة في بير أحمد في عدن، وهي كل تلك المعسكرات تحت حمايته وسلطته. بل إن هناك عملية افتعال لاقتتال جنوبي والتضحيات في أبناء الجنوب. طيب. وتلك ومن يقوم بتلك التصرفات الهوجاء يبقى عائلته في أبو عائلته وأولاده في أبو ظبي، ليس موجودة في عدن مثل بقية أبناء الجنوب الذين يعانون الويلات والظروف الصعبة. في الأمس القريب حينما اندلعت المعارك ضد الحوثي، وحينها شارك في جبهات، أي جبهات شارك فيها؟ شارك في جبهات توزيع الدجاج. وهل قادة جبهات توزيع الدجاج يصلون لاتخاذ القرار؟ القرار الآن الذي يدار هنا لدينا في الجنوب وصلت أن تدار من قبل الجهماء والغوغائيين. ذلك ما سعت له طيب ساعد لك أستاذ مدرم وحديثك طيب ساعد لك أستاذ مدرم وحديثك الآن قد يفهم من البعض أنه تقليل من قوة المجلس الانتقالي الجنوبي، خصوصا وأن هناك من يرى أنه اليوم هو المتحكم ومن لديه زمام المبادرة فيما يخص القضية الجنوبية، وباقي المكونات هي اليوم على الهامش وأنتم من ضمن هذه المكونات. لك الرد، لكن بعد أن نذهب مرة أخرى للأستاذ عمر بن هلال. أستاذ عمر، ما الخيارات اليوم التي بيد الشرعية، وكيف يمكن للشرعية تجنيب العاصمة المؤقتة وباقي المحافظات الفوضى اليوم؟ أعتقد أن الشرعية حددت موقفها في بيان الحرس الرئاسي، فإنهم مع كل مظاهرة أو احتجاج أو احتجاج سلمي أو تعبير سلمي عن رأي معين في عدن أو في غيرها، فالشرعية أعتقد بأنها يعني مع هذا الطرح وتحمي هذا الطرح، ولكنها لن تسمح لأي تجاوز لخطوط حمراء هناك يريد أن يدفع بها بعض المرتزقة وبعض الدخلاء، يدفعوا بها ويدفعوا بأبناء الوطن إلى مواجهة جنوبية لخدمة أجندات خارجية ليست يمنية ولا تمس لليمن أو للجنوب بشكل خاص إطلاقا. هؤلاء الذين يدفعون بهذه المواجهة، الشرعية تحاول قدر المستطاع ضبط النفس والاتزان في مواجهتهم، ليس لقوتهم، هم لا يمثلون شيء اليوم. اليوم اكتشفت عورتهم في كريتر عندما لا تتجاوز بضع مئات، بينما كريتر يعني من الأماكن المزدحمة في عدد وحدها، فما بالك إذا كانت عدن أو الجنوب أو بمن كانوا يعتقد أن هناك شعبية لهذا المجلس. لو كان هناك شعبية لنزلت مليونية كما نزلت أو كما يدعون أنها نزلت سابق، ولا اقتحمت معاشر سيرا على الأقدام، ولكن هذه كشفت عورتهم وكشفت أن هناك أناس مرتزقة اختطفوا الحراك واختطفوا اسم القضية الجنوبية. طيب ما الذي اختلف هذه المرة من يناير 2018 إلى يوليو 2019؟ ما المختلف هذه المرة كموازين قوى؟ ليس هناك أي اختلاف. فما 2018 كانت هناك بعض القوى الإقليمية التي كانت لها أجندة خاصة تريد أن تستخدم هؤلاء السذج، فدفعت بهم إلى مواجهة غير محسوبة العواقب، دفعوا ثمن أكثر من 50 شهيد وعشرات أو مئات الجرحى، واستثمرت بشكل سياسي فقط، ليس لهم فيه لا ناقة ولا جمل. أما اليوم فهذا الطرف قد استنفذ استخدامهم ولم يعد لديه الرغبة في أن يدفع بهم أو يدافع عنهم، لذلك كشفت عورتهم اليوم وستكشف أكثر غدا عندما تبدأ التحقيقات وتبدأ تتكشف الحقائق عما حصل في معسكر الجلاء وعما يدور خلف الكواليس من انقلاب حقيقة، انقلاب أنا أسميه انقلاب هاني بن بريك،
على قيادة المجلس الانتقالي بقيادة الأخ عيدروس الزبيدي، الذي غالبية من يشجعون أو من يأملون خيرا في المجلس الانتقالي هم باعتقادهم أن عيدروس الزبيدي بحكم أنه رجل من أوساط الحراك، ليس دخيل كهاني من بريك الذي كان يناصب العدالة القضية الجنوبية والجنوبية، كان الغالبية يأملون في عيدروس الزبيدي أن يأخذ بزمام الأمور. ولكن اليوم نرى أن عيدروس الزبيدي حجم بقوة ربما خارج عن إرادته، وأسكت صوته، يظهر صوت هاني بن بريك مسيطرا كانقلابي على المجلس وعلى قيادته، التي لم نسمع لأي صوت آخر غير صوت هاني بن بريك. طيب على أي معطيات أنتم اليوم تستندوا في هذه القراءة، سواء أنت والأستاذ مدرم، أن عيدروس الزبيدي أو فصيل داخل مجلس الانتقالي مغيب عما يحدث اليوم؟ يا سيدي، أن يحدث أن يقتال شخص بحجم العميد منير اليافعي أبو اليمامة بشكل غامض وبأسلوب يشكك الكثير في دوافعه ومن يقف خلفه، وأن يصمت عيدروس الزبيدي دون الإدلاء برأي ودون أن يكون موقف، سواء أن يظهر في مجلس عزاء في أبو ظبي أو غيرها، وأن يسكت صالح بن فريد وأن يسكت أحمد بن بريك وغيره ولملت وغيره من القيادات التي ربما لها وزن سياسي ومكان سياسي في الجنوب وخارج الجنوب أكثر مما لهاني بن بريك، ويظهر الصوت الملعلع الذي يحرض على الحرب الأهلية الجنوبية هو صوت هاني بن بريك. هنا يظهر الحقيقة، وأن هناك اختطاف كامل وانقلاب كامل الأركان يقوم به هاني بن بريك ضد كل قيادات المجلس الانتقالي. طيب سأعود للأستاذ مدرم. أستاذ مدرم، كنت سألتك، أنتم قد يفهم حديثكم اليوم في مجلس الحراك وباقي المكونات الذين تقفون ضد هذه الخطوات التصعيدية اليوم بأنكم فقدتم زمام المبادرة، وأصبح المجلس الانتقالي هو اليوم المتحكم بالمشهد الجنوبي ومن له الكلمة العليا. ردك؟ لما أسمع سؤالك ممكن تعيده؟ سؤالي عن زمام المبادرة اليوم باتت في يد المجلس الانتقالي الجنوبي وباقي المكونات، وأنتم ضمنها ربما على الهامش، لذلك اليوم أنتم ربما تقللون من هذه التحركات وأهميتها. أولا، مجلس الحراك الثوري الآن يعكف لإصدار بيان يحدد موقفه من الأحداث الجارية في العاصمة عدن والساحل الجنوبي عامة، وإن شاء الله خلال ساعة أو ساعتين أو أكثر شوية سيصدر ذلك البيان. هذا شيء، ونقول إن كل ما يدور في عدن يسيء للحراك الجنوبي أكثر مما يخدمه، وإننا هنا نتساءل هاني بن بريك أولا قبل أن نتساءل القوات التي متواجدة للدفاع عن الشرعية في معاشق، أقول لها أغلبها إن لم تكن كلها هي قوات تتبع التحالف. هنا هذا يقودنا أن نتساءل عن هاني بن بريك، هل هاني بن بريك بإقدامه على تلك الأفعال يتحدى إرادة التحالف؟ وخاصة أن احنا نشاهد اليوم على قناة الحدث توصف خطابات هاني بن بريك بخطابات تحريضية وتستضيف ناس مناقضين له ويتم مهاجمته، هل كل تلك الأفعال جاءت رد فعل لأحداث جديدة حدثت في أبو ظبي؟ تلك الأسئلة كثير من يتساءل. هل أنتم في مجلس الحراك الجنوبي أستاذ مدرم الصورة واضحة لكم بالنسبة لموقف التحالف وتحديدا السعودية والإمارات مما يحدث؟ صوتك أستاذي تسمعني الآن؟ تسمعني الآن بشكل واضح؟ نعم. هل بالنسبة لكم موقف التحالف وتحديدا السعودية والإمارات واضح مما يحدث اليوم في عدن من التصعيد؟ هل الصورة واضحة؟ شوف، هناك مواقف ضبابية، يعني كما يقال المثل العدني يقتل القاتل ويمشون في جنازته، ولكن نحن نعول على كثير من العقلاء متواجدين من قيادة الانتقالي أن يدعو للاستفادة والاستفادة مما حصل في أحداث 28 يناير الماضي. طيب ما سر الصمت حتى الآن؟ لم تصدر أي مواقف من التحالف حول ما يحدث؟ حتى الآن التحالف على الأرض استخدم مواقف، هو الذي أكثر كان ضراوة وهو الذي دافع عن معاشق،
وكانت منذ الصباح الباكر طلعات الطيران كانت قوية في كريتر، وشاهدوها كل من متواجدين هنا في العاصمة عدن. والجميع يعرف أن الشرعية لا تملك تلك القوات الجوية، وتلك القوات الجوية كانت عملية تهديد باعتبار أنه معاشق خط أحمر. طيب ما رأيك بمن يقول أو يربط بما يحدث من تطورات اليوم أن له علاقة ربما بالتبادل في المواقع ربما داخل العاصمة المؤقتة عدن والمحافظة الجنوبية ما بين القوات السعودية والإماراتية، يعني خصوصا بعد الخطوات الأخيرة من قبل الإمارات، والبعض وصفه بالانسحاب وهي وصفته بإعادة تموضع ربما وانتشار؟ على فكرة صوتك ضعيف جدا أستاذ مدرم. نعم سؤال أخير لك عن ربط البعض أن ما يحدث اليوم من تطورات في عدن له ربما علاقة بإعادة الانتشار بين القوات السعودية والإماراتية، هل لذلك علاقة؟ شوف، ما يجرى في عدن أن برأيي أنا الشخصي هو مبشرات لصراع قادم، والصراع القادم بيضاف إلى صراعات الشرعية وأنصار الله، الأمور تبشر أن هناك صراع قادم، صراع سعودي إماراتي ستدار في عدن، ونحن نستعيذ بالله منه، وأبناء عدن لا يستطيعون أن يتحملون من الويلات أكثر مما لحقت بهم في السابق، وعلينا كجنوبيين أن نتكاتف فيما بيننا ونجنب بلادنا وشعبنا وأرضنا كل الصراعات والحروب التي تدار بالوكالة، لأن القاتل والمقتول والدم المسال هو دم جنوبي، هو دم يمني. أشكرك جزيلا أستاذ مدرم. شكرا جزيلا لك أستاذ مدرم أبو سراج، نائب رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك. أختم مع الأستاذ عمر بن هلاوي. أستاذ عمر، دور التحالف ومواقفه مما يحدث برأيك؟ التحالف هو شوكة الميزان في العملية كلها، وهو المسيطر على الواقع. التحالف موقفه واضح، موقف المملكة العربية السعودية أعتقد واضح، سواء بدعمها الشرعية الصريح سياسيا وعسكريا، والتحركات التي قامت بها القوات السعودية اليوم لحماية معاشيق وإظهار للجميع بأن هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها من قبل أي طرف من الأطراف، أيا تكون قوته وأيا تكون مكانته في التحالف أو على الأرض. هذا الموقف موقف واضح وصريح. أنا أخواني حاولوا يستفزوا استفزازات غير طبيعية وغير عقلانية، ولكن أعتقد أن موقف التحالف حتى الآن هو موقف متوازن، وهو الموقف الواقعي، يعني لا يستطيعون أن يكون لهم مواقف أكثر من هذا، لأن هناك يعني تداخلات وترابطات متشعبة داخل هذا الحد. طيب جريفيث قبل قليل يتحدث عن قلق ويحذر من التصعيد الحاصل في الجنوب، الأمم المتحدة ورعاة العملية السياسية في اليمن، ما الذي لديهم غير القلق لمعالجة الوضع؟ هل نتوقع منهم تصعيد أكبر ربما في المواقف؟ تقصد الأمم المتحدة أم الأمم المتحدة الآخرين؟ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. مارتن جريفيث من وجهة نظري أنا الشخصية، بعد أن وضح تحيزه فيما يخص اتفاق ستوكهولم وتحيزه وتجنيه على الشرعية بشكل واضح وصريح، بدأ وفقد فريقه وفقد ميزان المبادرة أو يد المبادرة في القضية اليمنية، فبدأ الآن من خلال هذا البيان ليعيد نفسه إلى الصورة ليس أكثر، وهو ليس لديه غير القلق، ولكن القلق غير مبرر، وليس من حق جريفيث أو غيره أن يدعو إلى حوار أن يساوي بين الشرعية وقوة التحالف غير المملكة العربية السعودية وخوارج أو انقلابيين ماليشيات متمردة مثل ماليشيات التي يقودها هاني بريش ليدعوهم إلى الحوار. هذه دعوة ظاهرها رحمة وباطنها العذاب، وأنا حقيقة آخذ على الشرعية أن تقبل من جريفيث على هذا البيان، وعليها أن ترد عليه بشكل واضح وصريح بأن هذا التحيز أو هذه الخلط الأوراق التي يريد إعادة نفسه إلى واجهة الأحداث من جديد، لأنه أنا أعتقد بأنه فقد مصداقيته في الحيادية في القضية اليمنية. أشكرك جزيلا أستاذ عمر بن هلابي، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لنائب رئيس المكتب السياسي للحراك مجلس الحراك الجنوبي الأستاذ مدرم أبو سراج، شكرا جزيلا لكم. في ختام الحلقة تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم زميل أمين برفي، في أمان الله.